بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مسلوب العمامة ظلما والرداء يا مسبي النساء يا غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن أردت النجاة يوم المعاد جد بدمع على الإمام الجواد. إن أردت النجاة يوم المعادي جد بدمع على الإمام الجوادي. لست أنساه حين أشخصه المأمون من يثرب إلى قد قضى ببغداد وهو غريب بفؤاد من شعلة السم صادي والتي قدمت إليه السم أم الفار بغضا منها لأم الهادي وضعوا نعشأوا بقنطرة الريان ملقن يا أين آل الشقاء والعناء فاستماتت أشياعه نحو حمل الناج كي لا يبقى رهين الوهاية ما بقي مثل جده السبط عار الجيل صح وناد وحسينا هيوا إماما يا تعدو على قراه العوايا يا دي جيت من المدينة
حسين وما انشف دمعي ادق بابك بجف وجف على ضلعي. سيدتي ومولاتي الزهراء هي المعزات لسان الحال. يما جيت من المدينة وما انشف دمعي ادق بابك بجف وجف على ضلعي. يا يما ما تشوف دموعي مهمولة شبيبان بيتك كلها مقفولة. يما با يا حت بيتك الأملاك مذهولة وصوت ونينة شو يتردد بسمعي. بعد يا مولاتي تقل لي يما قد احفاق الأرض مشمور قدامي قلت لا مثل الحسين نجت الوامي. يما كسرت ظهري وصحت يا تاسع عالمي دورك وين يا ابني بيا كتر اسعي. بعد شو تقول؟ تقول الجواد قبال عيني غمضت عيني لفيت بعباتي وسكنونين. يما الشبايا يا ابو يرحل بخامس وعشرين طفى شمعة شبابة وانطفى شمعي. يا طفى وشمعة شبابة انطفى يا شمعي. تقول الجواد قبال عيني خمد انفاسه لكن ما شفت فوق الرموح راس ولا حافر الخيل على الصدر داسه يروح بكل وقت على الحسين بجي. يروح على الحسين بكل وقت وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا سيما الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. روي عن إمامنا وسيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى ابن مريم قدس أم و
ولدات. حديثنا أيها الكرام، وانطلاقاً من هذه الكلمات المهمة النيرة التي صدرت عن معصوم صلوات الله وسلامه عليه، عن حجة الله، عن خليفة الله، عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى كالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أهل البيت عليهم السلام لا يتعاملون مع الناس على حساب الأقارب والأنساب أو المصالح. أهل البيت عليهم السلام عندهم ميزان اسمه ميزان التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك نجد النبي والآل القرآن الكريم يقرب من قربته التقوى ويبعد من بعده الذنب. مثلاً القرآن الكريم يذم أبو لهب: تبت يدا أبي لهب وتب. القرآن الكريم يذم أبا لهب 1400 سنة تقريباً آيات تتلى، تذم هذا الرجل. ولذلك ننظر في جهة أخرى، ننظر أن النبي صلى الله عليه وآله يقرب رجلاً فارسياً حتى أصبح في الروايات سلمان منا أهل البيت. هذا ميزان القرآن، هذا ميزان النبي، هذا ميزان الآل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك أيها الأحبة، قبل أن أقف على بحثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، أريد أن أبين هذا الأمر المهم، هذه النقطة المهمة. أهل البيت عليهم السلام يتحدثون من هذا المنطلق، يشخصون القضايا بتشخيص القرآن الكريم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الرضا عليه السلام نعم يتكلم عن ولده، ولكن ولده صلوات الله وسلامه عليه يحمل فعلا هذه الصفات وهذه الأمور التي ذكرها الإمام الرضا صلوات الله عليه. الإمام عليه السلام قال: هذا المولود أو قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار. حديثنا إن شاء الله تعالى في نقطتين حتى لا نطيل على الإخوة الأحبة. النقطة الأولى: أوجه الشبه بين النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام وبين الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام الرضا عليه السلام ألفت انتباه قال شبيه موسى، حتى نعرف شنو وجه الشبه بين النبي موسى عليه السلام وبين الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. طبعاً المتأمل بحياتهما، يعني بحياة النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام وبحياة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، سيقف على أوجه مهمة كبيرة عظيمة كثيرة، لكن أحاول إن شاء الله تعالى أن أقف على بعضها. الوجه الأول: الاضطرابات التي حصلت قبل الولادة، الحيرة والشك. المتتبع لسيرة النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام يجد أن الأمة قبل ولادة النبي موسى عليه السلام أصيبت بالحيرة، أصيبت بالشك. قد يسأل سائل يقول: كيف أن الأمة أصيبت بالحيرة وأصيبت بالشك؟ نعم مولانا، قرابة 80 رجل خرجوا قبل ولادة النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، قرابة 80 رجل طلعوا، كل واحد من هؤلاء يقول: أنا موسى. عجيب. أنا موسى الذي أخبركم به يوسف ابن يعقوب عليه السلام. 80 رجل يجي، كل واحد من هؤلاء يدعي أنه موسى. الأمة آنذاك أصابها الشك، أصابتها الحيرة.
لذلك قبل ولادة النبي موسى عليه السلام أصيبت الأمة بالحيرة والشك، أصيبت الأمة بالحيرة والشك. تعال مولانا إلى إمامنا الجواد عليه السلام شبيه موسى صلوات الله عليه. أيضاً الأمة قبل ولادة الإمام الجواد عليه السلام أيضاً أصيبت بالحيرة والشك. بس شلون؟ يعني هل هناك من ادعى أنه الإمام الجواد عليه السلام؟ لا إخواني، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الله تبارك وتعالى رزقه بالإمام الجواد في تقريباً يعني حدود 47 على الاختلاف 44 سنة عمره الشريف إلى أن رزق بالذرية، يعني لم يرزق بالذرية في أول مثلاً زواجه، مثلاً رزق بالذرية في وقت متأخر. الناس بدأوا يشككون، خصوصاً كانت أكو فرقة اسمها فرقة الواقفية، أي ضد الإمام الرضا عليه السلام. هؤلاء وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام وأخذوا يشككون بإمامة الإمام الرضا صلوات الله عليه، أنه ليس بإمام، أنه إلى غير ذلك. وإذا بالناس أصابتها الحيرة، الإمام الرضا هو الإمام ومفترض الطاعة، يأتون هؤلاء يشككون، ذرية ما عنده. ولادة الإمام الجواد قطعت التشكيكات، لذلك الأمة أصيبت بالحيرة والشك قبل ولادة الإمام الجواد عليه السلام. ما أدري الإخوة وياي إن شاء الله ملتفتين إلى الوجه الأول. في زمن النبي موسى قبل الولادة الأمة أيضاً أصيبت بالحيرة والشك، قبل ولادة الإمام الجواد الأمة هم شنو؟ أصيبت بالحيرة والشك. ولادة موسى عليه السلام قطعت تلك التشكيكات، قطعت الحيرة التي كانت عند الناس. كذلك ولادة الإمام الجواد هم شنو؟ قطعت الحيرة والتشكيكات. هذا الوجه الأول بين النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام وبين الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. الوجه الثاني، هناك ظروف صعبة ولد فيها النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، لم يكن الظرف ظرفاً طبيعياً، كانت الظروف شنو؟ صعبة مولاه. قلنا الوجه الأول الحيرة، الثاني ظرف صعب، فرعون عليه لعائن الله عرفه أن سلطانه يؤخذ ومكانته تؤخذ على يد النبي موسى عليه السلام. شنو قام يسوي؟ قام يبقر بطون النساء، يأمر ببقر بطون النساء، حتى أنه بقر الكثير من بطون النساء، عشرات مئات أكثر من ذلك، حتى أنه أصدر قرار في سنة يبقرون البطون وفي سنة إعفاء. سبحان الله، يقال أن هارون عليه السلام ولد في سنة الإعفاء وموسى ولد في سنة البقر، في سنة قتل الأطفال وهم في بطون أمهاتهم والأجنة. حفظ الله تبارك وتعالى موسى وولد في ذلك الظرف الصعب بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن الوجه الثاني أن النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام ولد في ظرف طبيعي لو ظرف صعب. أحسنتم كثيرا، في ظرف صعب. موسى عليه السلام كان يلاحق الحوامل، يأمر ببقر بطون الحوامل حتى يقتل موسى، وإذا بمشيئة الله جعلت أن موسى عليه السلام يولد في تلك السنة العصيبة. تعال مولانا إلى إمامنا الجواد عليه السلام، أيضاً المأمون العباسي أشخص الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه
حتى كأنه يريد يقطع نسل الإمام الرضا عليه السلام. وإذا بالله سبحانه وتعالى رزق الإمام الرضا منه الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن موسى عليه السلام ترعرع ونشأ في بيت فرعون. شوفوا إخواني قدرة القادر، مشيئة الله تبارك وتعالى. فرعون يبحث عن موسى بحثا مستمرا، رقابة مستمرة، وإذا بموسى ينشأ ويكبر في قصر فرعون. هاي قدرة الباري سبحانه وتعالى. تعال مولانا إلى إمامنا الجواد عليه السلام بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام، المأمون العباسي عنوة طبعا أخذ الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أو جعله تحت الرقابة الشديدة إلى بغداد، وعنوة زوجه من ابنته أم الخبث أم الفضل التي هي قتلت الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بأمر من عمها المعتصم الخبيث. لكن شاء الله أن الإمام الجواد عليه السلام يؤدي تلك المهمة الكبيرة السماوية التي ألقيت على عاتقه. هذا وجه آخر. وجه رابع أن موسى على نبينا وآله وعليه السلام عرف بكثرة المعاجز. إخواني من أكثر الأنبياء الذين نجد أن القرآن الكريم تحدث عنهم وعن قصتهم هو النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام. أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم، من أكثر الأنبياء كان كثير المعاجز، معجزة العصا، معجزة اليد، معجزة البحر، معاجز موسى عليه السلام كان معروفا بالمعاجز. تعال إلى إمامنا الجواد عليه السلام، حياته مليئة بالمعاجز. من أكثر الأئمة معاجز الإمام الجواد عليه السلام، كثير المعاجز. وهناك معاجز ظهرت لإمامنا الجواد عليه السلام وهو في الصبا كان صغيرا. هذا يوم من الأيام الإمام الرضا عليه السلام بعث برسالة إلى ولده الجواد. إخواني أحبائي خصوصا الشباب، ينبغي علينا أن نقف وأن نتأمل بسيرة وحياة النبي والآل صلى الله عليه وآله، وأن نستفيد من الدروس والعبر أولا، ثانيا حتى نعرف مكانة أهل البيت، ثالثا حتى نعرف ظلامة أهل البيت عليهم السلام. كم جرى عليهم ما جرى من مصائب ومحن. إمامنا الرضا عليه السلام أشخصه المأمون العباسي إلى خراسان، وكان عمر الإمام الجواد 4 سنوات تقريباً بعد ما صار لقاء بين الوالد والابن إلى حين الشهر. الإمام الرضا عليه السلام أشخصه المأمون، كان عمر الإمام الجواد 4 سنوات، يظهر ما صار بعد لقاء إلا يوم الشهادة، ويظهر أن الإمام الرضا كان يبعث بالرسائل إلى ولده الجواد صلوات الله عليه. إحنا الوجه الرابع قلنا المعاجز، حتى نشوف هذا يوم من الأيام شخص كان ضريراً جاء إلى بيت الإمام الرضا عليه السلام. طبعاً الإمام الرضا ما موجود، قلنا المأمون أشخصه. طرق الباب وإذا بالغلام خرج، قصة بالمعنى، قال أريد الجواد عليه السلام. طلع وإذا بالغلام يحمل الجواد، يحمل الجواد. قال سيدي يا ابن رسول الله، هذه رسالة كتاب من أبيك الرضا عليه السلام. الإمام أمره أن يفتح الكتاب، افتح الكتاب،
فتح الكتاب، فتح الرسالة، قرأها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، التفت إليه قال: ألك حاجة؟ أنت صاحب الرسالة، جايب الرسالة، ألك حاجة؟ قال: حاجتي أمامك يا ابن رسول الله. شنو حاجته؟ ما يشوف ضرير، أسأل من الله بحقي إمام الجواد أن يقضي حوائجنا وحوائجكم للدنيا والآخرة إن شاء الله. قبل ما نطلع من المجلس كلنا ماخذين حوائجنا ببركة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. قال: لألك حاجة؟ أنا هم أقول لك إذا عندك حاجة فهذا مجلس الجواد عليه السلام. قال: سيدي حاجتي أمامك، ما أشوف. الإمام عليه السلام أخذ من ريقه الطيب الطاهر ووضعه على عين هذا الضرير، على عين هذا الأعمى، وإذا به أخذ يبصر ببركة إمامنا وسيدنا أبي جعفر الجواد. أخذ يبصر ولا شيء به أبدا. أول شيء نظر إليه وإذا به نظر إلى نور إمامنا الجواد عليه السلام كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. موسى عليه السلام كان كثير المعاجز، الإمام الجواد كان كثير المعاجز أيضا. موسى عليه السلام بإذن الله عصى عصى صارت شنو؟ تلقفوا ما يأفكوا، كثير المعاجز. والإمام الجواد عليه السلام عصى بيده تتكلم وتشهد على أنه إمام. هذا يحيى ابن أكثم، قصة بالمعنى. يوم من الأيام كان في المدينة المنورة سلام الله وصلى الله على مشرفها وعلى آله الطيبين الطاهرين، الله يرزقنا وإياكم زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين في القريب العاجل إن شاء الله. يحيى بن أكثم كان بالمدينة وإذا بالإمام الجواد عليه السلام كان يطوف حول قبر النبي صلى الله عليه وآله. يقول يحيى: فناظرته عند مسائل عند كذا، ناظر الإمام صلوات الله عليه، وإذا به جعل في نفسه سؤالا، صار بباله يسأل الإمام سؤال، لكن هذا السؤال ما سأل الإمام الجواد عليه السلام. التفتوا أحبائي شبابنا أعزائي، وإذا بالإمام الجواد عليه السلام التفت إليه قال: تريد أن تسأل عن الإمام؟ وهذا سؤال ببالك أنت يا ولا، تريد تسأل عن الإمام؟ قال: نعم، هذا السؤال أنا بخليه ببالي، نعم. الإمام عليه السلام أخبره بأنه هو الإمام. وإذا بيحيى أراد علامة، أراد دليلا. الإمام عليه السلام كان حاملا عصا، سيظهر هاي في التعليق السريع والله العالم. أهل البيت عليهم السلام يظهر عندهم فتسنة يحملون العصا وإن لم يكن محتاجا إليها، فتسنة والله العالم. الإمام كان يحمل عصا وإذا بهذه العصا نطقت وشهدت بالإمامة للإمام الجواد عليه السلام. اللهم صل على محمد. موسى عليه السلام كان كثير المعاجز، والإمام الجواد أم كثير المعاجز، وعرف بكثرة المعاجز، كثرة كثرة المعاجز. أينما حل حلت البركات. بركة كان الإمام الجواد عليه السلام، معاجزه كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى، طبعا باختصار شديد، أوجه الشبه بين الإمام أو بين النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام وبين الإمام الجواد. وإلا المتأمل بهذه الرواية المباركة الصادرة عن إمامنا الرضا عليه السلام قد يجد هناك مجموعة كبيرة من
أوجه وجوه الشبل، وقفت على بعضها. النقطة الثانية أوجه الشبح بين النبي عيسى عليه السلام والإمام الجواد. الإمام الرضا عليه السلام يقول: وشبيه عيسى ابن مريم قدست أم ولدت. هناك أوجه كثيرة. أولاً النطق في الصغر. النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام تكلم وهو في المهدي صبية، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، إلى آخر الآية. عيسى عليه السلام تكلم وهو في المهدي صبية، إمامنا الجواد عليه السلام تكلم وهو في المهدي صبية، السيدة الجليلة العظيمة المباركة الحكيمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، أخت الإمام الرضا، عمة الإمام الجواد عليه السلام، كانت في ساعة ولادة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، بنت إمام وأخت إمام وعمة إمام. سبحان الله، الإمام المهدي هم أكو سيدة جليلة عظيمة مباركة، هم حكيمة، هم حضرت شنو ولادته، هم بنت إمام وأخت إمام وعمة إمام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السيدة حكيمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام طلب منها أن تحضر ولادة السيدة سليل. سيدة سليل أم الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. فتقول: أدخلنا في غرفة. أنا أحاول أختصر إخواني ومضمون الرواية أمنطي. تقول الرضا عليه السلام: أدخلنا في غرفة حجرة، سد الباب وإذا بالضوء انطفأ. في حالة الولادة تحتاج القابلة أو من كانت مع المرأة التي تريد أن تضع، تحتاج إلى شنو؟ إلى إضاءة، إلى نور، إلى ضوء، إلى غير ذلك. وإذا بالضوء انطفأ. بعد قليل تقول: وإذا بأبي جعفر الجواد وإذا بنوره يسطع. ما شاء الله. صارت هذه السيدة العظيمة عليها السلام كأنها ملازمة لمهدي. اليوم الأول، اليوم الثاني، الثالث، اختصر الحادثة، وإذا بالإمام الجواد نطق حجة. أجت السيدة الحكيمة عليها السلام إلى الإمام الرضا تخبره، كأني بالإمام ابتسم، قال: ما ترين من عجائبه أكثر. ثلاثة أيام عمره وينطق؟ لا لا، ما ترين من عجائبه شنو؟ أكثر. الوجه الأول بين النبي موسى عليه السلام النطق في المهد، والإمام الجواد عليه السلام النطق في المهد. الوجه الثاني أن النبي عيسى أحد الأنبياء الذين بعثوا في سن مبكر. طبعا عندنا إخواني ثلاثة من الأنبياء بعثوا في سن مبكر. النبي يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. يحيى عليه السلام بعث وهو شنو؟ صبي. النبي سليمان على نبينا وآله وعليه السلام هم بعث شنو؟ في سن مبكر. النبي عيسى عليه السلام هم بعث في سن مبكر، كما ذكرنا الآية قبل قليل فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. آتاني الكتاب نبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن النبي عيسى بعث في سن مبكر. تعال إلى الإمام الجواد عليه السلام،
أول إمام. طبعاً أيضاً عندنا ثلاثة من الأئمة استلموا الإمامة الفعلية في سن مبكر. إخواني فد ملاحظة سريعة أقولها، كل الأئمة، الإمام الجواد هو إمام قبل أن يخلق آدم سلام الله عليه، لكن استلم مهمة الإمامة من بعد أبيه الرضا صلوات الله عليه، هو صار إمام الزمان في سن مبكر. عندنا ثلاثة من الأئمة، أولهم الإمام الجواد، الثاني الإمام الهادي، الثالث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللي كان عمره 5 سنوات. لكن أول إمام استلم هذه المهمة العظيمة هو الإمام الجواد صلوات الله عليه، من الأئمة في سن مبكر، على بعض الأقوال 7 سنوات و4 أشهر ويومين. بالله عليكم، 7 سنوات و4 أشهر ويومين يعني بيصف في المدرسة. يعني أنا أسأل واحد هالعمر نقدر نسوي مدير مدرسة؟ أكثر شوي نقدر نسوي مدير التربية، وزير التربية، وزير كذا؟ ما نقدر، طفل صغير. أما الإمام الجواد عليه السلام كان إمام الجن والإنس، إمام ما يرى وما لا يرى، إمام للملائكة، الملائكة تتنزل عليه في ليلة القدر. الإمام الجواد بهذا العمر لولاه لساخت الأرض بأهلها. أيضاً استلم الإمامة في سن مبكر، استلم الإمامة صلوات الله عليه في سن مبكر، وأفحم كبار علمائهم يدعون العلم. الإمام الجواد عليه السلام كان في ذلك الوقت، في ذلك العمر الشريف، وكبار العلماء يكونون صغاراً أمام علم الإمام الجواد عليه السلام، من علمه وهيبته ومكانته صلوات الله عليه. كانت إخواني، كانت مناظرات مستمرة، أجاب الإمام على قرابة 30,000 مسألة. كان يعقدون جلسات للمناظرة، أسئلة يحضروها حتى يناظرون الإمام الجواد عليه السلام، حتى ينقل يوم من الأيام الإمام دخل، سيظهر قاعد الحاكم الغاصب، قاعد مثلاً القضاة قاعدين، علماءهم قاعدين، كبار قاعدين، حتى شنو يسوون مناظرة للإمام الجواد عليه السلام. والإمام دخل وهو صبي في ذلك السن، وإذا بالجميع من كبارين، من مسؤولين، من قضاة، من إلى غير ذلك، الكل قام احتراماً وهيبةً وتعظيماً أو من عظمة إمامنا الجواد عليه السلام. بالله عليكم، السحنة بالمجلس هذا المبارك، يدخل طفل، يطلع طفل، مو صحيح؟ يعني مو ذاك الالتفات يسويه، يمكن واحد يشوفه دخل خرج هالشكل، لكن ما الإنسان بهالعمر هذا يدخل كل المجلس احتراما له، من هيبته قاموا له. هذا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. وجه ثالث بين النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام وبين الإمام الجواد عليه السلام، طبعاً الأوجه كثيرة لكن أحاول أختم إن شاء الله تعالى. وجه آخر وأخير أجعله وبه الختام، قداسة الأم، قداسة الأم، قدست أم ولدت. تعال مولانا إلى عيسى عليه السلام، أمه شنو؟ مريم المقدسة. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طبعا على نساء شنو؟ عالمها، وإلا سيدة النساء السيدة الزهراء عليه السلام. السيدة الزهراء سيدة الخلق على الإطلاق من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بعد أمير المؤمنين عليه السلام. يا مريم إن الله اصطفاكِ
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أم عيسى عليه السلام مقدسة مباركة صديقة صلوات الله وسلامه عليها. تعال إلى أم الإمام الجواد عليه السلام وأمه الإمام الجواد عليه السلام الإمام الرضا، شنو يقول في حقها؟ قدست أم ولدت، قدست أم ولدت، قد خلقت طاهرة مطهرة مطهرة. أقول إمام بهذه الصفات وبهذه المكانة وبهذه العلمية وبهذه النورانية والروحية يقتل؟ تباً لقوم لم يعرفوا له حرمة ولم يعرفوا له حقاً. الله أكبر، الله أكبر. شباب، شباب 25 سنة عمر الشريف، زوجته الخبيثة أم الفضل الذي المعتمد أو المأمون العباسي زوجه عنوة من هذه الخبيثة. طبعا كانت تراقب الإمام عن قرب وعن كثب، عن قرب كانت تراقب الإمام صلوات الله عليه، إلى أن استطاعت أن تقوم بهذا الفعل الإجرامي. قدمت للإمام السم صلوات الله عليه، كأني بأمعاء الإمام أخذت تقطع بالسكاكين بالمواسم. الله يمن على جميع المرضى إن شاء الله بالشفاء العاجل. بعض الأحيان الإنسان يروح للطبيب يقول له إذا ماك لا تأخذ هذا الدواء لأن قوي، كون شنو تأكل يلا تأخذ الدواء. زين بالله عليكم، إمامنا الجواد كان صائم، كان صائما. هاي الخبيثة قدمت له هذا السم القاتل، لما قدمت له سما قاتلا كأني به التفت إليها قال قتلتيني، قتلك الله. الله أكبر، قتلها الله فعلا. إخواني كأني بالإمام عطش، عطشا شديدا كأني به أخذ ينادي العطش. الله أكبر. مصيبة الإمام الجواد عليه السلام شابهت في بعض المواقف مصيبة الحسين روحي له الفداء. الحالة الأولى العطش، العطش، أخذ الإمام عليه السلام يطلب الماء وإذا بهذه الخبيثة كأن بها أخرجت من كان في الدار. شو سوت يا شيعة الإمام، يا أحباء باب الحوائج، يا أحباء الإمام الجواد، الإمام عطشان وإذا بهذه الخبيثة أخرجت من كان في الدار وقفلت الأبواب أو الباب على إمامنا الجواد. كأني بالإمام في حالة شديدة يطلب الماء ما من أحد، شنو سوى؟ صعد على سطح داري أقول هذا الوجه الأول، إمامنا الجواد كان عطشانا ولكن كان ينادي كأني بك ينادي عطشان، لهف نفسي على غريب كربلا. يا يصور بعض الخطباء يقول حضرت عند زينب شافته يحرك بشفته، أبا عبد الله حبيبي حسين ماذا تريد؟ آخر كلمة كنت تسمعها من الحسين، الحسين يحرك بشفته لكن صوت ما أكل. ليش أحبائي؟ لأن قرابة 1900 ضربة وضعنا في الحسين، الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة، فصوت ماكو. شنو سوت مولاتك زينب؟ جلست عند أبي عبد الله ولكن قامت غضب مولاتي
مولاتي ايش قال لك الحسين؟ صحايا اصدر بالمشرع من عطشان خيا مسلمي. انكسر قلبك على الحسين عطشان، الله اكبر، عطشان خيا مسلمين، انا بعيني لجيب الماي لعزيز. يقول زينب سمعت وركضت وقامت تركض النسوان، لما وصلن الحومه لقنا موسد التربه. والله يا لوج من العطش ويصير وعق جد النبي عطشان، ويلي على العطشان. يا حلوى ادم در حموني شربت ما يدزقوني، انا بعد ما اشوف بعيوني. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني شنو؟ اخذ امامنا الجواد عليه السلام كاني بقي تمايل الى ان سقط على سطح داره. شباب اين المنادي واماما؟ لا أعلى أعلى، إمامكم الوحدة. أين المنادي ومسموما للزهراء؟ أيوة الشهيدة يا أقول سيدي يا أبا جعفر أنت سقطت ولكن على سطح دارك، جدك الحسين سقط على رمضة كربلاء كأني به كان على جواد، سهام كالمطار نبال والحسين على جواده. لكن شو وقت سقط الحسين؟ شو وقت طاح أبو علي؟ لما جاء السهم المثلث مال الحسين إلى جهة اليمين مال الجواد، مال الحسين إلى جهة اليسار مال الجواد معه. وإذا أبقي كأني بيلتفت إلى الجواد، يا جواد لا طاقة لي بالركوب على ظهرك، أنزلني إلى الأرض. شنو سوى الجواد؟ ألسق بطنه على الأرض وأنزل الحسين برفق ولين. أين المنادي وحسين؟ عشرة من الخيالة تنتظر الحسين. أيوة حسينا، أيوة شيدا، تقول أنا بعين نظرت الجسم المودار وبذن سمعت ضلوعه تتكسر. أنا القبلت أخويا حسين بالمنحار، ما حد يمي وتلفت ما يمي شمال يمي. موقف الدعاء، وأسألكم الدعاء إخواني أعزائي. بقي إمامنا الجواد على سطح داره 3 أيام بلا غسل ولا كفن. أما أبو عبد الله أيضا بقي بلا غسل ولا كفن، ولكن هناك فرق. إمامنا الجواد رأسه لم يفصل، إمامنا الجواد ملابسه لم تسلب، أما غريب كربلاء بقي عاريا على رمضاء كربلاء. مولاتي زينب بكت، زينب الإمام التفت لها، زين العابدين يصور لك الحال. إخواني زينب المرآة العاكسة إذا بكت الكل يبكي، حتى الناقة تبكي، الأطفال يبكون. التفت لها الإمام، عم ليش بكيتي؟ قالت عم علي انظر إلى القتل، هذا نائم على يمينه آخر نائم على شماله.
عمّة ايش عندك تقولين؟ قالت عمّة علي إلا حبيب الحسين مقلوب هالهلاوة. صاحت نايمة خيش لونه حر الشمس غير رسوم عطشان ومسلب هدوم. بيت الدعاء وأسألك الدعاء، الله لا يحرمنا من خدمتك أبا عبد الله، يرزقنا الدمعة على مصيبة الحسين يوميا إن شاء الله، نبكي الحسين مع صاحب الزمان. هاي أمنية عندنا أبا عبد الله، تحضرنا ما عندنا غيرك، لا والله تحضرنا بساعة الشدة بالقبور بالبرزاخ بالقيامة، شو نقول للحسين؟ ما لي غيرك بالقبور، انت لي ما لي غيرك، ساعة الوحشة علي ما لي غيرك، داعت الراحات سيبي محتاجين الحسين. عيده والكل يصيح وياي، ما لي غيرك بالقبر، انت لي لانها ما لي غيرك، ساعة الوحشة عليّ.